في تصريح خاص أدلت به صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في أعقاب صدور التوجيه السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتكليف الجهات المختصة بالحكومة بتطبيق نظام العمل من المنزل للأم العاملة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية. أكدت سموها بأن هذا القرار السامي جاء في توقيت صائب وينطلق من رؤية حكيمة بما حمله من مدلولات عميقة وغايات إنسانية رفيعة تؤكد مجددا على قرب القائد من تطلعات أفراد شعبه وحرصه الدائم على إحاطتهم بمشاعره الأبوية الحانية وتوفير كل ما يلزم لاستقرار وحماية الأسرة البحرينية، وعلى وجه التحديد الأم البحرينية العاملة، وخصوصا في ظل ما تمر به البحرين من ظروف تتطلب استنفار الجميع وتأهبهم لحماية مجتمعهم والسعي الجاد للحد من انتشار الوباء العالمي كوفيد-19 حمى الله الجميع من مضاره ومخاطره. وأشادت صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى أشارت إلى أن المجلس الأعلى للمرأة سيعمل مع الجهات ذات العلاقة على ضمان تطبيق هذا التوجيه السامي بالشكل الأمثل وبما يسهم في تحقيق مضامينه وغاياته النبيلة، خاصة وأن هذا التوجيه يدخل في صلب توجهات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية الساعية إلى تحقيق الاستقرار الأسري وتكثيف المبادرات النوعية والموجهة لدعم المرأة البحرينية في التوفيق بين واجباتها الأسرية ومسؤولياتها الوطنية لتعظيم مساهمتها واستدامة تقدمها في خدمة وطنها وحماية نشأة. واعتبرت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أن هذا التوجيه السامي من لدن جلالة الملك المفدى يمكن أن يؤسس لمرحلة جديدة من عمل المرأة في مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية في مملكة البحرين، لافتة سموها إلى أن نجاح آليات عمل المرأة من المنزل يمهد الطريق لاستدامة العمل بهذا النظام متى ما استدعى الأمر وتطلبت الحاجة لذلك، مشيرة سموها إلى أن تطوير سياسات عمل المرأة وتوفير بيئة مرنة أمامها من شأنه أن يعزز من إنتاجيتها ويرفع مؤشرات مشاركتها في سوق العمل ومساهمتها بالارتقاء بمعدلات النمو للاقتصاد الوطني. وأشادت صاحبة السمو الملكي حفظها الله بما أظهرته المرأة البحرينية من قدرة بالغة على تحمل مسؤوليات المرحلة التي تمر بها البلاد وتعاملها الحكيم والعقلاني مع الظروف الطارئة والتزامها الكامل بتلبية نداء الواجب أينما وجدت، وخصوصا في الصفوف والخطوط الأمامية التي تتعامل مع المرض وتعمل جاهدة على احتوائه وتعاملها الحكيم مع الظروف الطارئة والتزامها الكامل، مشيدة حفظها الله بالجهود الحثيثة والمخلصة لفريق البحرين تحت قيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الذين يعملون ليل نهار على تنفيذ التوجيهات الملكية لحفظ الأمن الصحي في البلاد لإخلائها من المرض بإذن الله تعالى. وفي ختام تصريحها أعربت سموها عن بالغ تقديرها لهذا التوجيه الملكي الباعث على الطمأنينة والارتياح والذي أثلج صدر الأسر البحرينية في مثل هذه الظروف التي تستدعي تكاتف وتعاون الجميع، داعية الله عز وجل أن يحفظ قائد البلاد وشعبه الوفي وأن يمد الجميع بالصحة والعافية ولكل مريض بالشفاء العاجل.